صالون كبير، غرف عدد 3، عم نشوف هون الغرف مع بعض، مطبخ جاهز، حمامين. اليوم أنا بمدينة حرستا قرب جامع الحسن بالتحديد، معي شقة سعر حاليا بالسوق العقاري 145 مليون ليرة سورية، حنشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى الاشتراك بالأول واللايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. عم نشوف هون الصالون، مساحته جيدة، مساحة الشقة 130 متر، طابق أول، طابو أخضر. عم نشوف هون نظرة أوسع للسقف، معمول ديكورات جبسون بورد مع السبوتات مثل ما عم يظهر معنا. عم نشوف هون مكان الشاشة، عم نشوف هون الموزع، ما كمان معمول فيه سبوتات. موقع شقة ممتاز بمدينة حرستا جانب جامع الحسن بالتحديد. عم نشوف هون الحمام الأول هو الحمام العربي، وعندي الحمام الثاني هون الحمام المشترك. طبعا التسليم حيكون جاهز بكل التجهيزات. عم نشوف هون المطبخ كمان معمول فيه ديكورات حلوة سيراميك، طبعا المطبخ حيكون كمان جاهز. من ضمن المطبخ كمان في بلكون، مجموع البلكونات موجودة ضمن هاي الشقة تنتين. هاي الغرفة رقم 1، مساحتها جيدة مع شوية ديكورات. طبعا من ضمنها بلكون، حنطلع نشوف البلكون مع بعض. عم نشوف الشقة أكسا جديد، تشطيبات نهائية. عم نشوف هون الجامع، وهي رقم الواتساب لأي استفسار بخصوص هذا العقار أو أي عقار تاني موجود عندي على القناة. أي حدا عنده عقار بمدينة دمشق وريفا كمان ممكن يتواصل معي ويسوق عقاره عن طريق القناة معنا. هي نظرة لباب الشقة، وهي نظرة تانية للصالون. كل وسائل التواصل موجودة بأول تعليق. عم نشوف هون الغرفة رقم 2، كمان مساحتها جيدة، إطلالتها على الشارع مباشرة. طابو أخضر، طابق أول. بتمنى الفيديوهات تكونوا عم تشوفوها. عم تشوفوا الرابط بعلى الشاشة لشقات ضمن دمشق وريفا. عم نشوف هون الغرفة الثالثة والأخيرة، كمان مساحتها جيدة. كمان من ضمن هاي الغرفة موجود معنا بلكون، بتشوف الزاوية الثانية، وعم يظهر معنا هون الجامع الحسن. هاي نظرة أوسع، هاي أبواب الشقة. هي كانت شقتنا اليوم بمدينة حرستا، وإن شاء الله أشوفكم بشقة جديدة وعقار جديد ضمن دمشق وريفا. شكرا للمشاهدة.